ده السوق التجاري بتاعهم، السوق القديم اللي فيه الفيصال وفي كل حاجة، كل حاجة تتوقعها موجودة في السوق هنا، وتفاصل براحتك وتفاصل للنص وتفاصل للربع وكل حاجة تلاقيها، أكل شرب لبس طواقي أي حاجة تلاقيها. والسوق متفرع وكبير جدا، ومعظم اللي بيشتغلوا فيه بقى اللي هم إيه الجنسيات اللي هي جنب روسيا زي تاتارستان وأوزباكستان وتركمانستان وأذربيجان وتركمانستان وكل حاجة الأخرها استان من الآخر يعني، وأي حاجة هنا هتلاقيها موجودة يعني. أنا نفسي امبارح اشتريت شنطة دهار من هنا تقريبا ما عدل 50 جنيه تقريبا، 55 جنيه. الأول كان بيقول لي تقريبا 110 وخدتها في الآخر على 55 تقريبا النص يعني. فالدنيا هنا حلوة. وده فين؟ ده في وسط سان بيترسبرج جنب ميدان اسمه الصدوفة، ده جاي جنب النيفسكي بروسبكت تقريبا 5 دقايق مشي تقريبا أو أقل كمان يعني.